السلام عليكم الشيرات، كي صبحتوا؟ كي راكم دايرين؟ جمعة مباركة، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حبيباتي جبت لكم وصفة الفطيرة، وصفة متغايرة كاع الوصفات اللي درتها لكم. تقولي كاطو خواتاتي، انا درتها قهوة الصباح مع عارفين الجمعة يبغوا هكا الخدامة سوتو الزوج يبغي يهدل الصوالح، الفو تفرحيه، انا يموت على هاد الفطيرة ومبسس. بورتون كنت دايرة هذيك الكيكه تاع البارح اللي درتها، بصح ما يبغيش هاد الحلاوه. درتها الصباح بكري، جات واحده الوصفه يا شيرات شابه شابه بزاف، تجي تقولي كاطو. هنا نبدو بسم الله خواتاتي على بركه الله. شا عندي تكون انا درتها الصباح الجمعه الصباح، عندي هنا كاس سميد، سميد رطب. انا درت هذا مولا، زدت معاه هنا زوج كيسان فرينه. وتكون وصفة متغايرة كاع وحدها، هاد الوصفة تكون شابة بزاف. زوج كيسان فرينة خواتاتي، عندي هنايا كيما تشوفوا نص مغرف تاع السكر، ماشي بزاف، نص مغرف تاع السكر وخلط مليح. عندي هنايا تاني نص مغرفة تاع خميرة الحلويات. هاد الخميره كيما نقولوا باش تعطيها هذيك، تعطيها واحد البنه واحد النكهه، ماشي غير لا كولا شير، تعطيها بنه كي تقولي راكي تاكلي في الكاطو. عندي الملح هنايا، انا تشتوني ولفتون الملح ديالها غير بيدي. نخلط كل شيء خواتاتي، هنا شا غادي ندير؟ هنا راني مذوبه الدهان مارغارين، شوفوا هنايا غادي ندير هنا ربع كيلو تاع مارغارين وربع كيلو تاع زيت. قلت لكم هذه الوصفه ماهيش كيما الوصفات اللي درتهم لكم، هذه وصفه كاطو صاي. شوفوا هنايا تما ربع في ربع، نص كاس بيناتهم. نبسس كاع داك الفرينه تاعي والسميد داك الخليط، نبسسها مليح بهذاك الدهان والزيت، ونبدا نحبك فيهم هكا بيدي، نحك فيهم هكا حتى اللي يدخل كاع هذاك اللي دام كاع يدخل في داك السميد والفرينه. وانتوما تنجموا ديروها حشيه قهوه العصر، انا درتها الصباح قلت لكم والله لا كاطو شربنا بها القهوه الله يبارك. انا ثاني نبغي هاد الصوالح مع الصباح كما هنا. شوفوا شيرات هنا باش تعرفوها راهي مبسه داي حقها تاع ليدان. هنا غادي نبلها بالحليب خواتاتي، ما غاديش نديرها بالماء. شوفوا هاد الحليب ثاني عطاها واحد البنه كيما نقولوا وحدها سبيسيال. هنا ندير في الحليب، ندير غير بشويه واللم، ما ديروهش كاع الشيرات غير بشويه. انا دالي كاس هذا بقى لي منه واحد الربع، هذا الكاس ماشي 220 شيرات، هذا الكاس 240 كبير على هذاك تاع ام وليد. هاهي وجاوني، جاتني خبزه كبيره وخبزه ماشي صغيره، صغيره متوسطه. هنا نلم كاع داك العجينه تاعي، ندير غير بشويه ونشوف حتى اللي شفت القوام تاعها طريه، ما تقلوهاش كيما نقولوا مبسه مبسه بزاف، ما تخلوهاش كيما تجيكم تتفتت، تجيكم عادي خواتاتي. وتكون انا درتكم شحال من وصفه تاع الفطيره ولا تاع كسله الرخساس، بصح هذه وحدها. شوفوا هنا كي جات هنا القوام تاعها، هنا بقى لي غير ربع تاع حليب. وخرت هنا مسحت الرخامه تاعي، نقيتها ورجعت هنايا حطيتها في الرخامه تاعي، وبديت هنا ندلك فيها هكا. شوفوا كي راني ندخل فيها مليح داك الحليب هكا، شوفوا كي راني نقطع فيها غير شويه ماشي بزاف، ونلمها. دوك نقسمها، نقسم زوج خبزات، واحد قلت لكم درت وحده كبيره وحده صغيره، ودرتهم في الساشي يريحوا واحد 10 دقائق باش كيما نقولوا تقدي تورقيها خواتاتي. هنا شوفوا صاي، انا دوك نجيب ساشي نقي تاع خبز ونديرهم فيها، نخليها كيما نقولوا تريح. الا ما وجدت الوراق وحطيت الطاجين يحمى بالخف، قلت لكم والله لا بالخف انا كنت واجده. هيا قلت لكم شي درت لكم شحال من وصفه، بصح ما درت لكمش هذه اللي بالحليب وبالدهان والاخر، قلت لكم هذه انا كيما درتها غير هكا من راسي، ما نبغيش انا كيما نقولوا توجور كيما قال لك واحد نشكر روحي ولا درتها كيما هكا بانت لي راكده متكسله. قلت ندير فطيره بالقهوه بصح نبدل لا روسيت، راني غير هذيك تاع الماء والزيت والاخر، ندير هذه نجربها ونشوفها عجبتني راني نحطها، نجربها ونحطها في القناه نصورها، ما عجبتنيش ما نبارطاجيهاش معكم. ابا كي درتها وكملتها كملتها كي دقتها جات هبال شيرات، ايا راني نمطي فيها ونحط فيها خواتاتي، عجبتني بزاف بزاف.
هنا شوفوا درت هذاك الورقه الزبده، هذاك بابي كويسون يعاونكم بزاف شيات، سورتو لي مبتدئه ما تقدش تخاف ترفد الكسره هكا الخبزه تاع الفطيره كيما هكا، وترفد غير بيها كيما هكا، تحليها وتحطيها فيها ولا تحليها فيها في هذاك الورق الزبده وترفدي وتطيبي بها، تساعدك غايه الغايه الشيرات، ما تتف مام بسس كل شيء كل شيء، حاجه اللي تكون هكا تخافي منها بسه. انا شوفوا تان مو انا ما عارفه نخدم هذا كما عارفين، بصح انا درتها المبتدئات درتها كيما هكا، شاوله في الرفود انا شويه الغاز بعيد عليا، رفتها بهذيك الورقه الورقه الزبده هذا، وبديت نطيب 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 حتى اللي كملته. هنا شوفوا كي راني نسقم فيها ونحل فيها نرقق فيها، نتوما شوفوا تبغوها قشينه شويه خلوها، تبغوها رقيق انا ما درتها لا رقيقه رقيقه لا غليظه بزاف. وهنا ديتها طيبتها الطاجين اللي عندكم خوتاتي، طيبوا تاع الطين تاع الحديد تاع سامبل مش مخطط كيما، المهم تكون فطيره ناجحه وقرمشه وبنينه. هذه يا خوتاتي هنا بديت نطيب، طيبت هذه الخبزه الصغيره هي الاولى، وزدت كملت الزاوجه. هنا شوفوا كي راهي طيب راهي تحمر جات روعه خوتاتي، درتها نار ماشي قليله قليله، نار متوسطه. وهنا طيبتهم كاع، شوفوا الشيلات كي جات الله يبارك، زوج كيسه فارينه وكاس سميد، شوفوا كيما نقولوا تاكلوا. انا والله لا كلينا خبزه، خبزه بقات درتها لها دسيتها له يبغي يتقهوى بها عشيه، هيا ودرت لافير خواتاتي. هنا شوفوا نقسم لكم، يليق نقسم لكم تشوفوا، شوفوا كي راه الخدمه راهي فوتها قبل خف سوتو بهذيك بنه الدهان والحليب لكم هبال. شوفوا هنا دو غادي نقسم بيدي، والف نحنا نبغوا نقسموا النعمه بيدينا. شوفوا هنا كي جات خواتاتي، ان شاء الله تجربوها اليوم حشيه وتحطوا لي تعليقات تقولوا لي ام كريمه انا جربنا هذا فطيره ونجحت لنا والحمد لله يا ربي. كيما نقولوا واحد راه يدير وصفات ناجحين وكاع درتوهم وكاع راكم تشكروني، ربي يحفظكم ان شاء الله. ونشكركم بزاف بزاف الشير تاع دوك التعليقات، وسمحوا لي راني مانيش نرد عليكم، راني ندير لكم غير داك القلب وكما نقولوا قلبي راه معاكم. هذه هي خواتاتي وانا قسمتهم هنايا، درتهم في الطبسيل وحطيتهم للقهوة. هذه الصغيرة شوفوا الشيرات كي جات، شوفوا هنا كي راهي تبان ما شاء الله. تهلاو لي في روحكم، شير فيديو جاي ان شاء الله، مع السلامه.